نظرية الارتباط والانفصال لمالر، وهي طبيبة أطفال من فيينا تدعى مارغريت مالر، تحول اهتمامها لاحقا إلى الطب النفسي. قامت مارغريت بالكتابة بشكل مكثف عن أهمية الارتباط العاطفي بين الوالد والطفل وعن العملية التي تسمى التفرد. إن نمو الشخصية والشعور بالأمان والثقة ومفهوم الفرد عن ذاته أشياء كلها ترتبط بالرابطة بين الطفل ومربية الأطفال وبكيفية التعامل مع الانفصال عن مربية الأطفال من قبل الطفل. ونقصد هنا بمربية الأطفال أنه هو الشخص الذي يقضي معظم الوقت مع الطفل، أو أكثر الساعات التي يقضيها الطفل خلال اليوم يقضيها مع هذا الشخص، وقد يكون الأم، الجدة، الأب، أو الحاضنة في المنزل، أو الحاضنة في المدرسة. إن المراحل التي حددتها مالر لعملية التشخص، وهي 4 مراحل فرعية حددتها، تعتبر إرشادات قيمة لمربيات الأطفال الرضع والفطام لكي يفهمنا عملية نمو الهوية لدى الطفل. هذه المراحل 4 تبدأ بمرحلة التمييز، وهي من عمر 1 إلى 10 أشهر، ثم الممارسة، وهي من عمر 10 أشهر إلى 15 شهرا، ثم التقارب، وهو من عمر 15 شهرا إلى 36 شهرا، وأخيرا الرغبة في ثبات الأشياء، وهي من عمر 36 شهر، وطوال فترة الطفولة. في الشهر الأول أو بعد الميلاد، إن مرحلة التوحد الطبيعية، وتقصد فيها ملر بالاتحاد، تكون خلال الأسابيع القليلة الأولى من العمر، حينما يكون الوقت الذي ينامه الطفل أطول من الوقت الذي يبقى فيه مستيقظا. عندها لا يشعر الطفل أنه قد انفصل عن والدته، وأنه أصبح كيان منفصل، كيان مستقل عن هذه الوالدة، لأنه يقضي طوال هذه الفترة في النوم. لكنه عندما يبلغ الطفل عمر 4 أسابيع، توجد فترة نضوج، حيث يظهر الطفل حساسية تجاه العالم الخارجي، وهذه الحساسية تكون متزايدة، حيث يبدأ بإدراك الأشخاص وأنه شخص منفصل عن أمه التي تقدم له الرعاية، وأنه كيان خارجي. وعند بلوغ الطفل في هذه المرحلة التعايشية الطبيعية، ينظم الطفل الخبرات ويصنفها إلى نوعين من الذكريات: ذكريات جيدة، ممتعة، مرحة، سعيدة، وذكريات مؤلمة، سيئة، مما يشكل أساس الهوية. عند بلوغ الطفل سن 4 أشهر، تبدأ أول مرحلة من المراحل التي حددتها مالر، وهي مرحلة التمييز. تبدأ مرحلة الارتباط والتفرد مع بعض الاختلافات في الحالات الفردية من طفل إلى آخر. يبدأ الطفل في استكشاف الشخص القائم على رعايته، فيجذب شعره أو ملابسه، أو يلعب بالعقد التي تلبسه إذا كانت امرأة على رقبتها. يبدأ الطفل في استكشاف عالمه الخارجي، ويعود إلى مربية الطفل نفسها لكي يميزها عن الآخرين، فينمي الطفل مهاراته في تمييز الأحاسيس الداخلية عن الخارجية أيضا. إن هذا التمييز يشكل الأساس لإدراك الذات ومفهوم الطفل عن ذاته، فيعرف من هو ومن أنا، في مقابل إدراك الأشياء الخارجية، وهي أي شيء آخر غير الذات، بما في ذلك الأشخاص الآخرين كالأم والأب والأشياء المحيطة في الغرفة أو المكان المتواجد فيه الطفل. وبمجرد أن يبدأ الطفل في التحرك عند سن 10 أشهر تقريبا، تبدأ مرحلة الممارسة الفرعية، و
ولأن الطفل الآن يستطيع التحرك بعيداً عن مربيته، ويظهر لديه التمييز الجسدي وإدراك الانفصال عن الآخرين، يبدأ الطفل في اعتبار مربيته محطة لتزويده بالوقود العاطفي والجسدي، حيث يتحرك بعيداً لمسافات قصيرة ثم يعود إليها بسرعة لإعادة الشحن مرة أخرى والتأكد من وجودها حوله ليشعر بالأمان. يجب أن تعتبر نفسك أيها المربي في هذه المرحلة محطة لإعادة الشحن، حيث يشعر الطفل بالأمان جسدياً وعاطفياً حين يعود إليك كل حين وآخر للدعم العاطفي. يبدأ العالم في هذه المرحلة أو في هذا العمر بين 10 أشهر إلى 15 شهراً بإثارة اهتمام الطفل، كما تبدأ مربيته وجسده وقدراته في إثارة اهتمامه أيضا. وخلال هذه المرحلة يركز الطفل على قدراته الخاصة المنفصلة عن المربية، ويصبح لديه إحساس أنه قادر على كل شيء، غير مدرك لأي حدود مادية أو جسدية. وطبقا لمالر وزملائها عام 1975 ميلادية، يجب على مربية الأطفال أن تسمح للطفل بالانفصال عنها جسديا ونفسيا خلال هذه المرحلة، ليتمكن الطفل من تكوين شخصية قوية. في المرحلة التي تليها وهي التقارب، وحينما يكون عمر الطفل بين 15 شهرا إلى 18 شهرا، يبدأ أو يدخل الطفل في المرحلة الفرعية وهي التقارب، حيث يخف عنده الإحساس بالخاص بالقدرة على كل شيء، لا توجد حدود، فيجد أن أمه وأبيه أو القائم على رعايته لا يقول دائما كلمة نعم، إنما هناك دائما في كلمات للرفض. لهذا فإن الطفل يشعر هنا بمشاعر الإحباط والانفصال والقلق، لأنه أدرك أن الأشخاص الذي يقدمون له الرعاية منفصلون عنه، لا يقولون نعم دائما. وفي الغالب سيتأرجح الأطفال بين تعلقهم بهذه المربية أو بهذا الشخص وبين الصراع معها في هذه المرحلة بسبب احتياجاتهم المتناقضة للاعتماد عليها. وفي هذا الوقت تظهر الاستقلال في نفس الوقت في نفسية أو هوية الطفل. ولأن اللغة هنا تتطور بسرعة في هذه الفترة، يدخل الطفل في صراع مع هويته الجنسية ويتقبل كلمة لا ويقولها بكثرة. وقد تظهر عليه بعض علامات التمرد والعناد، وتنشأ لديه المعتقدات والتوجهات والقيم كي تضاف إلى مفهومه عند ذاته الموجودة في الأساس والتي نماها في المراحل السابقة. نأتي إلى المرحلة الفرعية الأخيرة لدى مالر، وهي الرغبة في ثبات الأشياء، وقد تبدأ عند عمر 36 شهر أي عمر 3 سنوات تقريبا، وتتضمن تطوير مفهوم ثابت عن الذات لا يتغير، مفهوم ثابت عن الأشخاص الآخرين وعن الأماكن وعن الأشياء. إن ثبات المفهوم الخاص بالذات والأشخاص من الممكن مقارنته بدوام الأشياء التي تحدث عنها بكي، وهو عالم نفس آخر، وهي المرحلة التي سيستمر فيها الأشخاص والأشياء بالتواجد في ذهن الطفل حتى وإن لم تكن هذه الأشياء أمام نظره. وخلال هذه المرحلة من الضروري أن تعمل أو يعمل المربي القائم على تربية هذا الطفل كواقي من الصدمات بين الطفل والعالم من حوله، أثناء دعمها له واحترامها لكفاءات الطفل النامي، لكي ينفصل عنها الطفل بهدوء وأقل قلق وأقل اضطراب، وتكون له هويته المستقلة كما قلنا من دون قلق أو خوف. إن الأطفال الذين يبلغون من عمر 3 أعوام يعتقدون
أن ما يتخيلونه أثناء لعبهم هو شيء حقيقي وليس خيالا، فهذا من الضروري أن تلعب معهم المربية باستخدام العرائس والدمى لهذا، وهذا اللعب يزودنا بالمعلومات حول ما يمرون به عاطفيا عن طريق الحوار وإبداء السؤال ولمعرفة شعور هؤلاء الأطفال. هذه النظرية كانت مهمة لكل شخص يقوم على رعاية الطفل من الأمهات في البيت والجدات أو الآباء أو المربيات في المدارس أو الحضانات، لأنها مهمة في تكوين شخصية الطفل خلال السنوات الثلاث الأولى من عمره. ونظرا لأهمية العاطفة في تكوين شخصية الطفل، سنناقش معكم في الفيديوهات القادمة أساسيات التطور العاطفي مثل المزاج والذكاء العاطفي وتقدير الذات. إلى أن نلقاكم، كونوا بخير.